أربع خمس مرات في اليوم، بس هذا ما مسميه قياء. ليش؟ عفوا السهل، لأنه قوامه طبيعي. إذا القوام بهمني أكثر من التواتر، تمام؟ واضحة الفكرة أي؟ الإسهال هو عبارة عن القوام وليس التواتر. القوام إذا بيطلع كمية كتير كبيرة ومريء قوامه رخو بيكون هذا إسهال. إذا بيطلع ثلاث أربع مرات في اليوم بس قوامه صلب، هذا شيء طبيعي. الإسهال المستمر أو الكرونيك أكثر من 14 يوم. أحيانا الإسهال الزحاري بيكون إصابة على مستوى الكولون، بتكون كميته قليلة الإسهال، لكن ما يميزه فيه مخاط وزحير. في عندي جدول كتير هام وهام جدا نميز فيه بين الإسهال الإفرازي والإسهال الحلولي. الإسهال الإفرازي كميته كبيرة وما بتوقف على الحمية، الحلولي كميته قليلة وبتوقف على الحمية. الإفرازي من اسمه هذا له علاقة في الأكل، معناته الحلولي إنه بتوقف على الصيام، الحلولي له علاقة في الطعام. البي اتش بيكون طبيعي بالإفرازي، بيكون حامضي بالحلولي. الأجسام المرجعة بتكون موجودة في الحلولي، الأزمولية طبيعية وفجوة صوات طبيعية بالإفرازي، بينما بالحلولي الأزمولية مرتفعة وفجوة صوات عالية. شو هي فجوة صوات؟ هي عبارة عن الشوارد الموجبة ناقص السالبي، يعني هي عبارة عن الصوديوم زائد البوتاسيوم ناقص الكلور زائد البيكربونات. هي هي فجوة الصواعد، وبكرة بنعرضها بالعملي. وفي أمراض ترتفع فيها فجوة الصواعد وأمراض بتكون فيها فجوة الصواعد طبيعية. الإمساك كمان هو تغير في القوام، ضيفوه بالكتاب، هو تغير في القوام. القوام بيكون صعب، وعادة الخروج كل يوم أو ثلاثة أيام، وفي عندي صعوبة بالتغوط. القوام بيكون متماسك أقرب إلى الصلب. بتقول لك الأم الولد عم يطلع مثل البعر اللي بربي حيوانات أو بشوف الحيوانات خروجهم بيكون سميك الأغنام، هذا بيكون مثل البعر. ضيفوها أيوة، تغير في القوام. ما يلي كله أسئلة امتحانية، كله أسئلة امتحانية. أشيع سبب الإمساك على الإطلاق هو الإمساك اللاعضوي. الأشعة الأسباب الإمساك المرضية، ضيفوها كلمة المرضية عند الأطفال، هو الشق الشرجي وهورش برونج. الإمساك المرضي، الإمساك بشكل عام هو اللاعضوي. أشعة أسباب الإمساك عند الأطفال المرضية هي الشق الشرجي وهورش برونج. أشعة سبب إمساك ناجم عن التسمم هو التسمم بالرصاص. أشعة سبب الإمساك بسبب إنتاني هو التفوئيد، الحمى التيفية. أشياء سبب للإمساك الناجم عن مشكلة غدية هو قصور درق وجارات الدرق. هدول كلهم أسئلة امتحانية. الإمساك الوظيفي بنشاهده عادة أول شهر من الحياة، ما في سبب عضوي. عادة له علاقة في العادات والتقاليد ودور الوراثة والثقافة المجتمعية، وعادة بيكون في عندي قصة عائلية. هذا الإمساك الوظيفي بنشوفه بعد أول شهر من عمر، تمام؟ نشوف العيلة كلها عدى أمساك. جيب لك ابنه تقول له هذا ليكون شق شرجي ليكون هرش برونج، تقول لك دكتور كل أولادي عادة عدوا أمساك، بعدها بتحسدوا على الكبر. إذن هذا قصة عائلية بيكون فيه، هذا الإمساك الوظيفي بنسميه، هذا هو نفسه اللاعضوي. يعني يا جماعة في عنا مشكلة كتير هامة هي سلس البراز. سلس البراز أشياء سبب لسلس البراز هو الإمساك، حفظوها. بس إجاكم طفل عنده سلس براز، أول شيء فكروا بالإمساك. تقول لك كيلوتو دائما منزعه، البيبي عمره سنتين، تجي الام عمره خمس سنين، دائما كيلوتو فيه براز، دائما فكروا بالامساك، تمام؟ اذا اشع سبب بيصير عندي شيء اسمه تغوط بالافاضه. شلون ايام بيصير تبول بالافاضه؟ الانسان يمسك بوله فتره طويله كتير ما بلاقي محل يبول، بالاخير بينقط، بصير عنده شيء تفول بالافاضه. كمان عندي شيء اسمه امساك بالافاضه، بسبب الامساك بصير عندي سلس براز او تغوط بالافاضه. واضحه الفكره هاي؟ واحيانا بالامساك بصير عندي حلقه معيبه، الشق الشرجي بساوي لي امساك. الولد بخاف ما يتالم لانه الشق الشرجي مؤلم، الخروج بصير عنده مؤلم، بخاف يتغوط بصير عنده امساك زائد، تدخل بحلقه معيبه، لازم نكسر هذه الحلقه. في عندي أسباب تشريحية مثل تضيق الشرج، مثل النواسير،
مثل عدم استيقاظ الشرج هي بتكون واضحة. أحيانا أسباب خلقية مثل تنازلات ضمور العضلات داون غياب عضلات البطن. أحيانا في عندي مشكلة بتعصيب الأمعاء الأشعة هو سبب هو الهرشبرونج. أحيانا الشوخ المشقوق بيساوي لي أحيانا بعض الأدوية وإنها تسمم بالرصاص. عندي مشاكل استقلابية نقص الصوديوم نقص البوتاسيوم بيساوي لي إمساك. الداء السكري الداء الزلاقي ما دائما بيجي بالسهل 10-15% بالظاهر بالإمساك. هذا سؤال امتحان ما دائما تشوفوا السهل بكرة بالداء الزلاقي بنكتب لكم الإمساك والسهل 90% أو 85% بيجي بالسهل و10-15% بيجي بالإمساك بالسيليا الداء الزلاقي. ضيفوا إضافة جدا هامة من أسباب الإمساك الشائعة هي فرط التغذية أو فرط الحلولية حكيناها سابقا. الأم الدائمة يصير صحته كويسة بدال معلقة حليب تحطها كل 30 سنتي إذا بتذكر الأسبوع الماضي حكيناها كل مكيال 30 سنتي بنحط له يجي بتحط يا ابنه مكيالين على أمل أنه ابنه يسمن أو يكبر بسرعة بتحط له مكيالين. شو بصير عنده الولد؟ بصير عنده إمساك إذا بصير عنده فرط حلولية أو التغذية بفرط الحلولية. أحيانا الأسباب النفسية دائما بتساوي لنا إمساك. علاج الامساك يا زملاء هي ضيفوها ما هي موجوده في الكتاب. هدول كل شيء اضافات مطلوبه. اول شغله علاج الامساك هو تغيير النمط الغذائي. ولد عمره 6 اشهر طبعا دائما بالامساك وبالاسهال سالوا على القصه التغذويه هي حكيناها صار 100 مره. الام عم تعطي ابنها حليب مغشوش يعني عم تحط له 60 سنتي او 90 سنتي عشان توفر على يعني على قد فهمه انه الحليب بتروح تحط مكيال لكن 30-90 سنتي بصير الولد عنده فشل نمو وسهل. بالعكس تماما بدأ الولد يكبر بسرعه بدأ يصير نايس حلو ابيض اشقر بدأ يصير مثل ابن سلك ابن جارته شو بتعمل بدل 30 سنتي تعطيه مكيال تعطيه مكيالين ثلاثه. اذا دائما بالامساك اسالوا على القصه التغذويه ايش بيرضى؟ حليب. حليب ايش؟ حليب صناعي. قديش تحطي؟ والله يا دكتور بحط له معلقتين كبار او معلقه مطفحه هي لازم مسح. طيب هي خلصنا من شو علاجه هذا اذا في مشكله تغذويه؟ تصحيح بس نصلح المشكله التغذويه بدل مكيالين نحط مكيال بتصلح سوي الامساك. بعدين بيجي العلاج. اول شغله بنعطي الولد عصير التفاح بنعطيه مانجو بنعطيه اجاص خوص دراء هدول كلهم فيهم مواد بتساعد على بترخي الامعاء يعني بتساعد بعلاج الامساك. اذا عصير التفاح مانجو اجاص خوخ دراق. ما استفاد الولد على تغيير نمط غذائي؟ ولد عمره 9 شهور عنده امساك سنه ما تحسن حصلحنا له مشاكل تغذويه اصلا ما عنده مشاكل تغذويه. بعد شو عملنا؟ اعطيناه عصير تفاح عصير دراق ما تحسن. نبدا بالعلاج الدوائي. اول علاج دوائي هو الدوفيلاك اللاكتوز. اللاكتوز شو بيقالي تعمله؟ مفرط الحلوليه بيمتص السوائل من جداء بالخلايا باتجاه الامعاء بصير عندي اسهال. هذا شيء طبيعي جدا معروف يعني الاكل الحلو بالاصل هو كتير حلو لاكتوز بساوي اسهال تمام باليه امتصاص السوائل من الخلايا وطرحها في جوف الامعاء. ما استفاد نعطيه جليسيلين؟ ما استفاد نعمل حقن شرجيه؟ اذا في تسلسل. هذا التسلسل هام في الامتحان. هذا سؤال امتحان. اول شيء العلاج الطبيعي تغيير نمط الحياة التغذية. ما استفاد بعطيه أدوية هيدوفيلاك بعد الجليسيلين بعد الحقن الشرجية. إذا بكرة بنجيب لكم سؤال بالامتحان رتب علاج الإمساك. فواكه مانجو تفاح ذراء دوفيلاك جليسيلين حقن شرجية. إذا جاكم ترتيب خطأ حقن شرجية كذا لا هذا سؤال امتحان. طيب مو ضروري يجي الدورة بس قد يأتي بأي دورة. واضح علاج الامساك والامساك واسبابه ان اسبابه هي هامه جدا. ها اشع سبب غدي شو هو يا زملاء؟ ما حدا معنا. قصور الدرق والدرق بالتوم. قصور الدرق. اشع سبب دوائي وتسمم دوائي؟ تسمم بالرصاص. تسمم بالرصاص برافو عليك. اشع سبب على الاطلاق؟ اشع سبب لا عضوي. لا عضوي. بكره بنخربطكم بالامتحان. شو بنكتب الكود؟
شو بنكتب لكم؟ بنقول لكم أشعة سبب هو قصور درق، وكلكم بيقابل فخ. أشعة سبب غدي هو قصور درق، أشعة سبب دوائي هو تسمم. تمام؟ انتبهوا على صيغة السؤال. أشعة سبب على الإطلاق هو العضوي. طيب نيجي على الألم البطني. في عندي شيء اسمه الألم العضوي أو ألم في عندي معايير روما. هدول بيكون الألم اللي بيكون حول السرة، طفل نمو طبيعي، ما عنده فقد دم، ما عنده سهال مدمة، ما عنده تأخر نمو، هذا بيكون ألم وظيفي. وهني قلنا في عندنا إقياءات سميناها الإقياءات الدورية، بتكون 5-6 أشهر ونوبك الأسبوع على الأقل وثلاث أيام بتجي. هون في عندي شيء اسمه الألم العضوي. شو هو الألم العضوي أو الألم الوظيفي؟ عفوا الألم الوظيفي وليس عضوي، الألم الوظيفي. في عندي معايير بسموها معايير روما، هي جبناها أحد الدورات، سؤال فرنسي في أحد الحملي، مدته 2 شهر على الأقل، هنيك قلنا 6. كل أسبوع بتيجي نوبة، ما في أعراض جهازية، وننفي بقية الأمراض العضوية. عادة يمكن ترافق مع نعاس صداع، لكن ما في ألم عضوي. واضح؟ هاي معايير روما، 4 معايير، مدته 2 شهر، هذا الألم الوظيفي، الألم البطني الوظيفي. كل أسبوعين بتيجي نوبة، ما في أعراض جهازية، ما في إسهال مدمة، ما في قياء، ما في مرض عضوي، يمكن يترافق مع صداع ونعاس، لكن دون وجود ألم عضوي، هذا اللي بنسميه الألم الوظيفي. هذول معايير روما 4. الألم العضوي، يعني شلون الولد بيكون الكبير بيكون عنده اي بي اس؟ تقريبا بيطلعوا اي بي اس عند الأطفال، بنسميه الألم الوظيفي. طيب بيزداد هذا عادة على الستريس، على الحالة النفسية. تمام؟ طيب هذا نسميه الألم الوظيفي. الألم العضوي معي يا زملاء أنتو؟ ألو؟ معك تفضل. الشاشة ليش عم تطلع بيضاء عندي؟ الملف مشترك ولا عندي مشكلة أنا بال بلكي من النت عندك؟ هذا عن الألم العضوي هلا. يبارك بس الشاشة عم تطلع دي بيضاء. طيب بس إذا حدا راح الصوت سيبي يبهوني، لأنه اللي ما بر الشاشة فيها مشكلة ما بتطلع بيضاء عندي. طيب نيجي على الألم العضوي. هون عمر الطفل بيكون أقل من 5 سنين. دائما المرض المزمن بترافق مع فقد وزن. تمام؟ الألم هون بنتشر للكتف والظهر، هذيك متوضع حول السرة. انتبهوا، الألم الوظيفي حول السرة، العضوي بنتشر للكتف والظهر. هون في فقد وزن، هذيك ما في. ثلاث تسفل مرتفع، معناتها في شيء عضوي. البيض أيضا بنشوف حالات أخرى، هنيك ما شفنا فقر دم، ما شفنا إسهال مدمة. هم بنشوف إسهال مدمة وقياءات، بنشوف ارتفاع بيض، ارتفاع سر التسفل، الألم بروح على الكتف أو الظهر، إذا هذا الألم عضوي. من الأسباب العضوية اللي بتسبب لنا الألم البطني، في عندي شكل التهاب الأمعاء مثل داء كرون، التهاب كرون نخري، رتوج، كيسات صفراوية، أحيانا الأسباب الإنتانية. ولا تنسوا دائما بالألم البطني عند الأطفال وخاصة الصغار الإنتانات البولية، فكروا فيها دائما. الدواء معنا بالمشفى أيام بيشوف دائما أي ألم بطني بنقول له عمل إيكو وعمل تحليل بول. أحيانا في عندي الشقيقة بطنية، تنازل جيلبرت، الحمى البحر الأبيض المتوسط لا تنسوها، نحكيها عليها بالتفصيل لاحقا. البورفيريا الحادة، كلهم هدول بيسوي لنا ألم عضوي. ألام أسباب الألم البطني الحاد، هذا السؤال دائما بنكرره بالنظري ولا بالعملي ولا بالفرنسي ولا بالأمريكي. ألم بطني حاد لا تنسوا على رأسه بيجينا التهاب الزائدة الدودية، التهاب بنكرياس، الانتانات الطرق البولية، انغلاف الأمعاء، والتهابات الحوض. هدول 5 أسباب ألام البطن الحاد. كمان هجبنا سؤال دورة فرنسي سابقا، أسباب الألم البطني الحاد، إذا التهاب زائدة دودية، التهاب بنكرياس، التهاب الطرق البولية، وانغلاف الأمعاء، والتهابات الحوض. في عندي شيء اسمه الإقياء المدمى. الإقياء المدمى أشع سبب له عن حديث الولادة ابتلاع الدم من الأم، وهذا من شخصه بتحليل ABT حكيناه سابقا.
منضيف هيدروكسيد الصوديوم ال NaOH على قطرة من الدم، الدم المبتلع. والولد عبر يجي دم، نأخذ عينة من هالدم ومنضيف عليها NaOH. عادة الخضاب الجنيني بيكون مقاوم لل NaOH، بيضل لونه أحمر. إذا صار لونه أزرق كنت أثر بال NaOH وتحول للون الأزرق، هذا دم والدي. رأيكم أنا هو أحسن إذا ضل لونه أحمر ولا أزرق؟ حديث ولادة عبر يجي دم، عملت له الاختبار الابيتي، عملت له اختبار الابيتي، عملت له اختبار الابيتي، ضفت له ال NaOH على هالاقياء المدمه، ولد صار لونه دمه احمر، ضل لون الدم احمر، شو معناته هاد؟ معي انتو؟ هي ضيفوها، ما هي موجوده في الكتاب. الو زملاء معي انتو ولا راح النت؟ معك حكيم، معك، بس ما لحنا نسجلها دكتور، بس ممكن تعمل. طيب نرجع معيدة لأهميتها، بناخذ عي الولد حديث ولادة عبر يجي دم، حكيناها بالحديث ولادة بقسم النيونيت. طفل حديث ولادة عبر يجي دم، بناخذ عينة من الاقياء المدمة، بيكون لونه احمر، الاقياء عبر يجي دم احمر. بنجي شو بنعمل له؟ بنضيف له هيدروكسيد ال NaOH، شو بسموه في العربي ال NaOH؟ وهيدروكسيد الصوديوم. ايه حكيم، هيدروكسيد الصوديوم، ايه NaOH بنضيف له اياه. اذا الخضاب جنيني الدم هتعب، الاقياء مدمم الجنين من حديث الولاده، بيقاوم ال NaOH بيضل لونه احمر. بينما اذا بيلع دم المشيمه من امه، الدم الخضاب الكهلي ال A2 ما بيقاوم ال NaOH، بتحول لونه الى ازرق. واضح؟ اذا دم مبتلع بصير لونه ازرق. إذا دم جنيني يعني من الولد عبر يجي من ماته، في قرحة، في مشكلة هضمية عنده، NaOH بيقاومه، بيضل لون الدم أحمر الأقياء المدمة. برأيكم أنا هو أحسن يكون لون الدم بعد الاختبار أحمر ولا أزرق يصير؟ أنا وإنزاره أفضل؟ إن كان أزرق دكتور. أزرق طبعاً، أزرق لأنه أزرق مبتلع دم، غسلنا له ماته بعتناه على البيت، بلعن له نقطين دم من أمه في المشيمة. بينما ضل لونه احمر معناته هذا الولد عم ينزف من ماتو، التهاب كولون نخري، قرحة شدة، عنده مشكلة نسفية. واضح؟ الافضل يصير لونه ازرق، انذار افضل. واضحة الاختبار الـ ABT؟ نعم. طيب عنا هلا كمان هي اسئلة دورات دائما، معلومات هامة. النزف الهضمي العلوي اشع سبب له للنزف العلوي ردود الفم والبلعوم الانفي بعد عمر السنة، أشع سبب للنزف الهضمي الهائل يعني المسيف يعني إيش بسموه، المسيف الهائل الشديد، دوالي المري. تمام، دوالي المري، وهي قصة سرية بتجيبها بالامتحان. طفل حديث طفل صار عنده أقياء مدمة بعمره سنتين وبصغره تعرض لتبديل دم، شو السبب؟ دوالي المري. ليش؟ لأنه أشع سبب اختلاط لتبديل الدم هو ارتفاع توتر وريد الباب، وارتفاع توتر وريد الباب سوي دوالي المري. وهي أوردي قلنا نحن أشع سبب للنزف الهضمي بعد عمر السنة الهائل أو المسيف هو دوالي المري. أشع سبب للنزف الهضمي السفلي الشديد العلوي دوالي المري. السفلي ريتج ميكل، انتبهوا بين قوسين ضيفوا بالكتاب، ريتج ميكل غير مؤلم، النزف غير مؤلم. ولد بيطالع دم وغير مؤلم، بينما النزف الهضمي السفلي السبب الشائع والمؤلم هو شق شرجي. انتبهوا بالامتحان لما بجيبكم نزف هضمي سفلي مؤلم شق شرجي، غير مؤلم روتج ميكيل. واضحة؟ علوي شو هو؟ دوالي المري، وخاصة إذا الولد سابقا جبنا لكم قصة سرية عملنا له تبديل دم. تمام؟ الأقل من سنتين غير مؤلم روتج ميكل، الأكبر من سنتين هو البوليبات الشبابية، انتبهوا حسب العمر. تحت السنتين قلنا غير مؤلم روتج ميكل، فوق السنتين غير مؤلم بوليبات شبابية. تمام؟ ويا حدا يخربط فيها هاي؟ تمام. نرجع نعيده لأهميته،
نزف هضمي علوي اشياء سبب شو قلنا دوالي المري سفلي غير مؤلم تحت سنتين بروتوجيكل فوق سنتين بوليبات مؤلم شق شردي غير مؤلم بوليبات بروتوجيكل حسب العمر تحت سنتين فوق سنتين اذا شفنا الدم لونه احمر قارئ معناتها المشكله وين النزف قريب والمشكله بالمستقيم او الكولون تمام اذا جانا بخيوط بشكل خيوط كمان بيكون من المستقيم او الشرج هذا جدول اشياء اسباب النزف الهضمي مرحله الرضيع مرحله الطفوله مرحله اليافعين الرضيع ابتلاع دم من الام انتانات بيعويه ابتلاع العقد الضخاميه والشق الشرجي مرحله الطفوله الانتانات البيعويه تحسس من حليب البقر لا تنسوا بسبب النزف الهضمي انغلاف امعاء شق شرجي تنازل مالري وايس مرحلة البالغين هذا علوي سفلي مع بعض وحيطينه نحن يا ما لنا فرقين بيناتهم انتانات معوية شق شرجي تنازل مالي الوايس الدم إذا لونه أسود هذا يكون علوي نزف هضمي علوي نزف الشرجي يعني من السفلي إذا لونه أحمر قارئ شو بيكون يكون من مستقيم أو الشرج أو الكولون يكون تازة هذا لسا الدم مسافة قريبة طيب ننتقل للكتل البطنية الكتل البطنية كمان هي كلها أسئلة دورات وهامة جدا نحن حيعطيكم يا زبدة الزبدة هون حيعطينا ما حيعطينا عليها كتير حيكين حيعطيكم الزبدة أشياء سبب الكتل البطنية الضخامات الحشوية التهابات كبد بعدين بيجينا الطحال هي أشياء سبب الكتل البطنية أنا ما بيطلع عندي الملخص انتوا ما بيطلع معكم اي حكي ماشيين مع نفس الكلام على الشاشة مثل الكلام ما بطلع عندي ليش ما بعرف صراحة ليش في عندي مشكلة الشاشة ما بتطلع معي طيب ايه تمام هلا مش الحال ظبطت الشاشة الو ايه تمام حكيم ايه تمام عند الكتل هلا اسمه الكتل البطني اشياء سبب يا زملاء الكتل البطني عند الاطفال ضخامات حشوية فكروا بالشغلات السليمة التهاب كبد انتاني بعدين بيجيني الكتل اعصاب الطحال تمام سؤال ايه تفضلي بأول الكتاب نحن كان في عنا اشياء سبب الكتل البطني هي الكتل الكلوية واشياءها الكيسات كيسات القناة هي حديثي الولادة كنا بنحكي عن قسم النيونيت هذاك حديث الولادة نحن هون عم نحكي بشكل عام عند الأطفال هنيك عم نحكي كنا قسم النيونيت انتبهوا يا زملاء هذا سؤال كتير هام دائما عم نحكي نحن حسب العمر انتبهوا سؤال كتير هام الكتل البطني هنيك الكيسات كنا عم نحكي على قسم حديثي الولادة هون عم نحكي على الأطفال بشكل عام واضح تمام واضح دكتور يعني دائما انتبهوا لما بنحكي على العمر العمر كتير هام لما بنحكي عمر لأنه أنت بيجيك الولد أول سؤال بتسأله عمره ووزنه طفل لما بدك تعاينه أول كلمتين دائما قديش عمره وقديش وزنه واضحة الفكرة أول سؤال قديش عمره قديش وزنه دائما مسأل هدول سؤالين قديش عمره قديش وزنه طيب أشياء سبب للكتل هي الضخامات الحشوية أحيانا العمر الولد تحت 3 سنين يمكن نتحسس الكبد او نجس الكبد يعني تحت حتى سنتي تحت الحافه الضلعيه
أحيانا في شيء اسمه زحور كبدي، الكبد بتشوفه زاحر، بتشوفه 3-4 سنتي بس هو حجمه بيكون غير طبيعي، هذا بتبيزه بالإيكو بيعضوا أبعاده عشان ما تخرطوا كتير، بس نحن سنتي عادة يعني مقبول يا 3 سنين. طيب أشياء عضو بتمزق من الأحشاء هو الطحال، تمام، وأشياء سبب لاستئصال الطحال هو الردود، حوادث سير، وقعت موتور، وقعت بسكليت، رضع البطن، رفسة حيوان، هذا بسبب لنا رد بطن وبسبب لنا عادة تمزق طحال واستئصال طحال. إذا أشياء سبب لاستئصال طحال ما هو التلاسيميا أو الأمراض الثانية، هو رد ليش مستأصل طحال بسبب الربع عادة. طيب هذا سؤال أنا أمس قدمت على وظيفة وسألوني حتى لي أشياء أسباب لتضخم الطحال هو الليشمانيا، حتى سؤال سألوه في كتير أطباء أطفال للأسف بعرفوا ليشمانيا، إجاكم طفل عنده ضخامة طحال وخاصة ببلادنا فكروا بليشمانيا حشوية داء كلا أزار، تمام، عند الأطفال. أما الأطفال الأكبر لا، فكروا بالخباسات، عمره 10 سنين 12 سنة فكروا بالخباسات. إذن أشياء سبب لضخامة الطحال هو الكلا أزار، عند الأطفال الأكبر نفكر بالخباسات النقوية. طيب أشياء مرض دموي يسبب لنا ضخامة الطحال هو تكور كريات الوراثي، دكتور هلا كتبت لنا كلا أزار، عم نقول كلا أزار بالعموم أشياء سبب سبب لنا ضخامة طحال، خباسات عند الأطفال الأكبر. المرض الدموي اللي بساوي لنا ضخامة طحالية هو تكور الكريات الوراثي. أشياء سبب لتمزق طحال العفي هو بيشتم بار، فيروس بيشتم بار، تمام. هدول سؤال دورة، ها جبناهم كذا دورة، انتبهوا عليهم، ها دموي تكور كريات، على الإطلاق ليشمانيا حشوية أكبر، خباسات نقوية، أشياء سبب على الإطلاق هو الضخامات الحشوية، واضح؟ طيب الكتل عند الأطفال 50% بتكون سليمة عند الأطفال. أشياء سبب الكتل عند حديثي الولادة هي الكتل الكلوية، أشياء سبب إلها هو تضيق الوصل الحويضي الحالبي، هاي زميلتكم كانت عم تسأل، تمام. انتبهوا على المرحلة العمرية، الأطفال ما يميز مرحلة عمرية، قلنا الدكتور هو حكيم، لما بيجي ولد حديث ولادة كتلة بطنية فكر سيبي بكتلة كلوية، لما بيجي كبير وعايش بالمخيم سيبي بفكر بكلا أزار ضخامة طحالية، تمام. بيجي ولد كبير منطقة متقدمة وعمره 10 سنين بفكر بالخباسات النقوية، تمام. بيجي لي ولد بنقل دم بشكل متكرر وعنده ضخامة طحال بفكر بتكور كريات وراثي، اجاني ولد عنده رد بطن وشو بنفكر مباشرة بتمزق طحال يمكن نستأصله، اجاني ولد عنده بشتنبار يمكن نفكر دائما نعمل ايكو منخاف من تمزق طحال عفوي، هدول هامات جدا وجدا وجدا. طيب لا تنسوا التيراتوما، هاي تيراتوما كتير منتشرة، هي ورم عجائبي أو تيراتوما، هذا بنشوفه بمنطقة العصعص، بنشوف فيها عظم، نسيج شحمي، بنشوف كل شيء فيها، وهي علاج استئصال الكتلة مع عظم العصعص. أحيانا بتشوفوا كتل مع تكلسات في البطن، كتلة جسيتها في البطن، عملت صورة بطن إجاك منظر تكلسات كأنه قصيات متكلسة، التيراتوما نيروبلاستوما الهامرتوما بالكزر والورم الهيمنجيوما الكبدية والتهاب البرتوان بالعقي ومرض ويلمان، مرض ويلمان منتشر بكرة بنشوفه ومشائع بنشوفه بالاستقلاب. هدول كمان سؤال امتحان هام جدا، كتل في البطن مع تكلسات، ايش هنين؟ نجيب لك واحد منهم غلط، كل ما يلي صح، كتلة مع تكلسات في البطن، تيراتوما نيروبلاستوما ويلمان التهاب البرتوان بالعقي، ونجيب لك بضمنهم الشو ده تكور كريات وراثي، بتقولي دكتور تكتل تكور كريات وراثي بسبب ضخامه الطحال يمكن يسبب كتله في البطن، يعني كتله في البطن قد تكون، انت قلت لنا الشاشي هي ضخامه الاحشاء الكبد سبب الطحال، صح، بس الضخامه الطحال التيراتوما تكور كريات وراثي ما بساوي لي تكلسات في البطن، بساوي لي بس ضخامه الطحال، واضح. الألم البطني الحاد كمان هام جدا،
الألم البطني الحاد أشياء سبب له تحت سنتين غلاف الأمعاء، فوق سنتين التهاب الزائدة الدودية، وفي الحالتين يجب إجراء إيكو. حكينا سابقا التهاب الألم البطني الحاد أنها خمس أسباب أو ست أسباب يذكروا، التهاب البنكرياس وأن التهاب الغلاف الأمعاء، التهاب الزائدة، وشو أنها كمان التهابات الحوضية، وشو أنها التهاب إيش شغلة خامسة الألم البطني الحاد انتهاكات الطرق البولية واضحة، وأن خمس أسباب مين بيتذكرون الألم البطني الحاد؟ غلاف والتهاب زائدة، بنكرياس، التهابات بولية، التهابات حوضية، دول خمس أسباب هامة جدا بالألم البطني. شلون بنميز بين الألم البطني الحاد؟ تحت السنتين انغلاف الأشياء، فوق السنتين التهاب زائدة. التهاب الزائدة عادة فوق الخمس سنين بيكون سببه فرط تنسج، وتحت الخمس سنين انسداد بالبراز. ما عالجنا التهاب الزائدة يمكن تعملنا بكره بيحكيوا بجراحة الأطفال بالتفصيل، ما عالجناه يمكن تسوي لنا انسقاب، يمكن تسوي خراجات، يمكن درع. لا تنسوا يا جماعة كتير هاب جدا بيجيني ولد ألم بطني، لا بيحضروا معنا بالمشفى بيشوفوا كتير بنشك بالزائدة بيطلع التهاب عقد بسارقية. شلون العقد بسارقية؟ تحت الرقبة، تحت الفك تلتهب، يمكن في البطن تلتهب وتتعرض وتعطيني صورة سريرية بتشبه التهاب الزائدة. اكتبوا عليها بالتشخيص التفريقي الزائدة. شلون من شخصون هدول بالإيكو قول لك في عندي عقد بسارقية حول الأبهار بالضخمة اثنين والزائدة ما بيلتهبي، هي علاجها انتاني صار أنتيبيوتيك، بينما الزائدة علاجها شيء انتاني علاجها استئصال. يمكن إذا فجر وسابت خراج بنعطي أنتيبيوتيك، بس علاج الأساسي علاج جراحي. بينما العقد بسرقية البطنية الملتهبة شو بيكون علاجها؟ علاجها دوائي. طيب ألم بطني بس غير جراحي شو أساس سبب له؟ التهاب ما دواء معه ولا دعب سهل وبرجع بيجيك بألم بطني. أحيانا الألم البطني يكون سببه خارج جهاز الهضم، وأشياء سبب له شو هو؟ ذات رئة قاعدية، بس بيجي عادة الولد هون بسعال وحرارة وألم بطني. انتبهوا يا زملاء، الألم بطني مع سعال وحرارة فكروا بزايدة، بنيومونيا، ذات رئة قاعدية بتكون. هون التشخيص بيكون بصور الصدر. الألم البطني المزمن أشياء سبب له عند الأطفال هو الاي بي اس وتلازمة الكولون الهيوج، هدول هامات وهامات جدا. أسئلة دورات. واضحات يا زملاء؟ حدا عنده اي سؤال؟ تمام حكيم، واضحين ان شاء الله. هاي اعراض جهاز الهضمي هالعشر صفحات او ثمان صفحات جدا هابه. بنحكي اخر فقره بمحاضرتنا اليوم، معلش خلينا نحكي هاي الفقره بعد ما نختم، ولا تعبتوا؟ تعبتوا ولا جاهزين نكمل شوي؟ جاهزين دكتور. جاهزين نكمل. جاهزين، برافو عليك. طيب تفضل. نحكي عن تشوهات المري. أشياء التشوه في المري هو رتوخ المري. تتذكروا نحن حكينا بمحاضرة العملي أول ما بيجينا الولد الشغلات اللي بنفحصها اللي كان معنا بالأيدا الأسبوع الماضي مثل اليوم، وأنا لازم ندخل إنجي تيوب بفم الولد نتحرر رتق المري. تمام؟ رتق المري الأتريزيا 90% من حالات رتق المري بتكون بترافقة مع نواسير قصبية. ضيفوا كلمة رغامية، ما هي منضافة؟ قصبية رغامية. وقلنا القاعدة الذهبية تبتنا إذا بتذكروها، التشوه ماذا يجر؟ تشوهات. إذا 50% بتترافق مع تشوهات مرافقة، ضيفوها. عادة ما يترافق مع تشوه قلبي، لا، 50% تشوهات مرافقة منها تشوه قلبي بي دي اي حلقة وعائية تضيق برزق الأفهار، وضيفوا سوء دوران. وعم تضيفوا معي الإضافات لما بحكيها، 90% بترافق مع نواسير قصبية كلمة رغامية ضيفوها، عادة بيترافق 50% مع تشوهات مرافقة منها تشوه قلبي بي دي اي حلقة وعائية سوء دوران تضيق برزق الأفهار تضاعف العفج، ضيفوا كمان عدم استقاب الشرج
في عندي تشوه بيتا حكينا إذا بتتذكروا. الـ V هي الفقرة، الـ A هي الأنال، الـ T تراجي الرغامة، الـ A المري، والـ R الكلوي أو الكابرة. تشوه فيتر ضيفوه، هي تشوه فيتر بيجينا بتشوه فيتر. شو تشوه الفيتر؟ الفي هي الفقرية، الاي هي الشرجية، التي الرغامة، الاي المري، والري كلوي أو كابل ريدال أو الريدوس. تمام؟ ممكن يجينا بتشوه فيتر، وممكن يجينا بتشوه فاكتر. الفي نفس الفقرات، الاي هي الشارج، السي هي الوعائي سيركوليشن، التي نفس الرغامه، والاي نفس المري، والري نفسها كلوي او كابري، والال هي الليمب القطني. يعني هذول التشوهات بترافقوا مع تشوهات المري. ممكن بيجينا مع تشوه تشارج، سي اتش اي ار جي اي تشارج. بكره بس حدا بالمحاضرة بعطيه كتاب يكتبون، إذا ما لحق يكتبون هلا المحاضرة الفيزيائية. طيب في عندي عدة صور للتشوه المري، صورة A B C D E. أشياء التشوه هذا بيجينا سؤال امتحان صورة، ها ودائما بتجيبه. أشياء التشوه هو بيكون النمط A، بيكون الرتق قريب والناسور بعيد. شايفينه الرتق قريب والناسور بعيد، بيجي الرتق مري وإنما الناسور قصبي رغامي. تمام، يكون الرتق قريب والناسور الرتق قريب والناسور بعيد. يمكن يجي بالعكس، يمكن بيجي بشكل حرف H، بس أنا بيهمني الأشياء الرتق قريب والناسور بعيد. يجي مع ناسور رغامي مريئي، رتق مع ناسور بعيد رغامي مريئي. كبالة المري، شايفين المري شلون مقطوع بالصورة A؟ شايفين المري شلون مقطوع؟ المري لازم يكون موصول مقطوع من فوق، رتق قريب، كمالة المري من تحت، الشيء البعيد من المري متنسور مع الرغامة، وأحيانا يكون مع القصبة. يمكن كمان هو الأشياء رتق مري علوي مع ناسور بعيد، هاي لا تنسوها. إذا أشياء أشياء نمط هو الرتق القريب والناسور البعيد، لا تنسوا يا زملاء. طيب التشخيص، قلنا الإب عادة بيكون عندها ارتفاع ألفا فيتو بروتين وكيتو، فيتو بروتين وكيتو بروتين، فيتو بروتين صالحوها. الاستسقاء السلوي، قلنا دائما الاستسقاء السلوي بترافق مع آفات جهاز هضمي. عند الولادة بنشوف الولد مباشرة عم بيزبد من تمه، وش قصة شردقة، مفرزات غزيرة من الفم، وقصة شردقة لدى الرضاعة، وجود زلة وزرقاق. الولد بس يرضع بتشوفوه عم يزرق، عم يستنشق مفرزاته، عم يستنشق الحليب. المري بسكر، وين عم بروح الاكل؟ عم بروح على القصبات. ويمكن يصير عنده بوكونيوم اسبيريشن او استنشاق اوموكونيوم اسبيريشن، يعني استنشاق بالمفرزات او بالحليب. تمام، وعادة ما بشوف فقاعة معدة. ليش؟ لانه المري بسكر ما في فقاعة معدة. إذا هاي قصة سرية بتجي حديث ولادة، ولد لديه زبد من الفم، شرداء وزرقة، بصورة الصدر صار عندي ذات رئة وما في فقاعة في المعدة. شو التشخيص؟ رتق مري. التشخيص الأكيد بتدخل إنجي تيوب وما بنزل على المعدة، هو بيلف وبيرجع. بتدخل إنجي تيوب، شايفين فوق الصورة A، بدخل إنجي تيوب ما هو موصول كبالة المري، بيلف وبيرجع. إذا كان في ناسور حبينا ناخذ صورة ظليلة، بنستخدم أزرق الميتيلين والإيتيلين. ها الميتيلين مكتوبة غلط، ليش؟ ما يتشرد في المواد الظليلة، بنستخدم أزرق الميتيلين. العلاج الأساسي هو جراحي، بس أول شيء بنبدأ بالـ ABC. حكينا دائما قلنا التنفس عند الأطفال أهم، السيركوليشن، لأنه معظم حالات بطء القلب يكون سببها نقص أكسجين. نبدا اول شيء بتامين الاير واي، ثم البريسنج، واخر شيء السيركوليشن. العمل الجراحي لازم نعمله باكرا ما امكن. الاختلاط بعد العمل الجراحي هو الجور، قلص بريئي معدي. الجور شو بسموه بالانجليزي؟ الجور، قلص بريئي معدي. بالتركي جور بسموه. تمام، لذلك ضيفوا هاي اضافه هامه وهامه جدا،
هي كتير هابي بيغفل عنها أطباء الأطفال، بقولوا الجراحة، والجراحة ما بيعطيها، لازم نعطي الدمبري بدون يعني موتين بعض عمليات رزق المريض. شو ليش؟ تجنبا للقلس المريء المعد. ليش؟ كان عندي مصرة، هو المصرة ما صار ما موجودة، ننطر نعمل مصرة دوائية، بنعطي موتين أو الدمبريدون اسمه، أي ضيفوه بعض عمليات القلس العفر رزق المريء، دائما بنعطي الموتين أو الدمبريدون تجنبا للقلس المريء المعدي. إذا قصة سريرية، حديث ولادة، ولد عنده صار زرقة، قصة استنشاق، قصة مفرزات غزيرة من الأفم، وبالقصة الحاملية عندي استسقاء سائل أمنيوسي. التوجه التشخيصي شو هو؟ رزق مريء. التشخيص الأكيد عادة بنحط انجيتيوب، وعادة بنحطه ظليل على الأشعة. شو بنعمل؟ بنشوفه لف ورجع، ما دخل، بلف وبيرجع. العلاج جراحي، بس أول شيء بنعمل ABC، ولا ننسى نعطي الدومبريدون أو الموتين بعد العمل الجراحي. شان إيش؟ تجنبا للقلس المريء المعدي. بعتقد يعني شغلة ساعة حاج اليوم، عدد الحضور كتير قليل، ما بعرف ليش. كم طالب أنتوا بالدفعة؟ آسيا، كم طالب أنتوا؟ معي يا زملاء؟ صوت واضح؟ تقريبا 170، تقريبا عددنا 170 180 170 180 وعنات وحضرانين 23. دكتور احيانا عم يحضروها بعدها تتسجل مو مباشرة. تمام. طيب يا زملاء، نحن دوامنا مثل ما حكينا السبت عنا ساعتين نظري، وعنا اربع ساعات عملي على فئتين، كل اسبوع بيجوا فئتين. أرجو من الجميع التزم بفئته، اللي يبدل يحكي مع محمد الدبسي، يبدل تبديل ثابت، ما خرج نضيع وقت طويل بالمحاضرة العملي بالحضور، أنا من غير فئة وغير فئة. تمام يا زملاء، اللي يبدل اللي عنده ظرف ما بيحسن يحضر يحكي معي، يقول لي ظرفي كذا، مو 50 طالب يجوا ظرفهم كله ما بيحسن، واحد بصير ممرض بالسنة مرة. تمام يا زملاء، لأنه نضيع عنا وقت كتير بموضوع التفقد. الله يخليكم، شو ما يضيع عنا وقت. المحاضرة العمل الثاني عنا يا بالآيدا، تمام. اسبوع الجاي يوم الاثنين شو عندكم؟ ساعة 3. عندكم شي محاضرات في الكلية الساعة 3 يوم الاثنين؟ دكتور حسن برنامج الكلية يعني سبب اثنين، ايه بس عم يتغير حسب الظروف. التنين عندكم ان شاء الله، انا عندي التنين وثلاثة دا اكون بالايدا، يمكن نعطيكم استاج تنين وثلاثة. تمام، اسبوع جاي يمكن نعطيكم اثنين وثلاثة، زل التنين ما يكون فاضي بس ناخد ثلاثة استاج، انا ثلاثة عندكم استاج اوريدي يعني استاجات ما في مشكلة. تمام، ناخد استاج يوم ثلاثة ان شاء الله اذا تحسنت الظروف الامنية. طبعا ها، سلامتكم اهم من اي محاضرة. تمام، تحسن الظروف الامنية ناخد الاثنين او ثلاثة او اثنين وثلاثة استاجين، يعني نحن مقصرين شوي باستاجات، لازم ناخد شوية استاجات العملي. تمام، النظري بوقت عنا محاضرة النظر الثانية يوم الاحد، اذا دكتور ابو محمدين ما اعطى محاضرة صباحية من عدم 8-9-9:30، لا اعطى محاضرة صباحية من لا الى يوم ثاني. هلا يوم الثانيين هذا انا فاضي كمان الصبح، يمكن نيجي ناخد محاضرة النظري إذا ما أعطى محمدين المحاضرة الأحد. لا ما أعطى الأحد، نحن نعطي الأحد صباحا، أعطى الأحد يمكن نعطي الاثنين صباحا، مثل ما هو كاتبين بالجدول. الجدول الأستاذ حسام ما بعرف شو كاتب، إحنا عندنا حيضة عملي يوم الاثنين، ما عندنا عملي، عندنا محاضرة نظري الأحد أو الاثنين حسب الظروف. تمام؟ تمام. مادة الأطفال جدا هامة، الله يخليكم. 80% من مرضاتكم اللي براجعوكم بعياداتكم، وإذا بكرة بتشتغلوا أطباء مقيمين ولا أطباء إسعاف ولا أي اختصاص، 80% بيجوا على المرضى الإسعاف إنهم أطفال، لازم جدا تكونوا أقوياء بالأطفال، أطفال وداخلية. الطب هو أطفال وداخلية. الجراحة ما يعني الجراحة هي بتتشخص، بس الجراح عادة بيكون شو الجراح بيكون عادة؟ باختصاصه الجراح ليشتغل عمليات.
تمام؟ يعني نحكي نحن كإنغلاف، أما طبيب الأطفال بيشخص.